بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بس نتكلم عن شوية وصفات بسيطة كده، حاجات في البيت نقدر نعملها تساعد الجسم ان هو يتخلص من السموم اللي موجودة في الكبد. طبعا الكبد طبعا من الأعضاء المهمة جدا في الجسم، واللي بيقوم يعني بدور كبير جدا، واحنا بنسميه يعني العضو المهم قوي والحرك للدهون في الجسم بشكل كبير، وليه طبعا فوائد تانية انه بيساعد طبعا الجسم في تكسير الكربوهيدرات، ويساعد الجسم في تكسير الدهون، وبيخلص الجسم من السموم، ومسؤول طبعا عن جزء كبير جدا في هضم الطعام. ويمكن اي حاجه الانسان بياخدها يعني بشكل طبيعي من اكتر الحاجات اللي لازم تخش على الكبد عشان يتعمل لها عمليه، يعني مثلا فلتريشن او عمليه تنقيه او عمليه يعني اعاده تدوير. والجزء اللي انا اقصده او نفسي اركز عليه قوي موضوع الناس اللي بتاخد أدوية بدون داعي. يعني يمكن احنا في عز موضوع أزمة كورونا، والناس اللي عمالة تاخد بقى مكملات غذائية من غير استشارة طبية، الناس اللي بتاخد فيتامينات، الناس اللي بتاخد أدوية مضادات حيوية بدون داعي. الجزء اللي هو في الأكل مهم جدا، خاص بالسموم أو بالمبيدات أو تلوث الأطعمة أو الألوان الصناعية أو مكسبات الطعم أو الأطعمة المصنعة، كل الحاجات دي كلها يمكن بتشكل عبء كبير جدا على الكبد بشكل خاص. وطبعا يعني احنا بنقول ده يعني الجندي المجهول في عملية المناعة، او من اكتر الحاجات برضو اللي بتساعد الجسم في انتاج وتدعيم الاجسام المناعية بشكل كبير جدا. فعشان طبعا نحافظ على العضو دوت ونصينه وما نجهدوش وما ندلوش حاجات تانية، اولا لازم الاكل بتاعنا يبقى صحي. يعني في حاجات كتير قوي زي قلنا الاطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمياه الغازية والحاجات اللي هي غنية جدا بمكسبات الطعم والألوان الصناعية، من أكتر الحاجات اللي بتسيب نسبة سمية أو بتأثر على سموم الكبد بشكل كبير. طيب أنا عشان أحافظ بقى وصين العضو دوت وأبتدي، أولا رقم واحد لازم أقلل اللحوم المصنعة. ويمكن إحنا اتكلمنا كتير جدا عن كل الحاجات اللي هي بتدي ضرر مباشر للجسم، سواء إحنا حاجة بنسميها الفري راديكالز، أو سواء حتى المعادن التقيلة، أو سواء الترانس فاتس او الدهون المتحوله من اللحوم المصنعه اللي بتشكل عبء كبير جدا وبتزود نسبه سميه الكبد بشكل كبير. يبقى اول حاجه نبعد عن اللحوم المصنعه. الحاجه الثانيه والاهم ان انا دايما وجباتي تبقى منظمه. يعني انا مثلا لو باكل بفطر الساعه 9، بتغدى الساعه 3، مثلا بتعشى الساعه 9، دي من اكتر الحاجات اللي بتظبط انتاج العصارات المعديه بشكل كبير جدا، وبالتالي تنظيم هرمونات الكبد بشكل كبير. الوصفات كتير جدا اللي هي بتساعد في تنظيف الكبد من السموم. احنا بنقول دايما عصير الفاكهه الطبيعي، يعني اي عصير فاكهه طبيعي، سواء عصير التفاح، سواء عصير البرتقال، سواء عصير البرتقال مع الجزر، دي من اكتر الحاجات اللي هي غنيه بفيتامين سي. ويمكن فيتامين سي ليه دور كبير جدا سواء في المناعه او سواء في تنظيف الكبد من السموم بشكل كبير جدا. ده شق عصير الخضروات. ناس كتير جدا يمكن مش في ثقافتها او مش متعودين ان هم مثلا يعصروا مثلا اعواد الكرفس، او يعني الكرفس مع البقدونس، يعصروا مثلا اي نوع خضار او اي كوكتيل خضار بشكل كبير، يمكن مش في ثقافتنا قوي، وكتير جدا بنسمع على الانترنت عن الديتوكس او الحاجات اللي هي بتنظف الجسم من السموم. احنا بنقول دايما عصاير الخضروات الطبيعيه، يعني ممكن مثلا لو عملنا دمج ما بين البروكلي، ما بين الارنبيط، ما بين الكرفس، ما بين البقدونس، ما بين الجرجير، وعملنا كوكتيل كده او عصرنا الحاجات دي من اكتر الحاجات الغنيه جدا بالالياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، وليها دور كبير جدا في تنظيف الكبد من السموم. الحاجه المهمه قوي في موضوع صيانه وتنظيف الكبد، ويمكن كتير مننا ما بيعملهاش، شرب الميه. يعني نقول شرب الميه بانتظام من 8 ل 12 كوبايه ميه. يمكن الناس في الشتاء بتتحجج ان ما فيش عطش او ما فيش شهيه للميه بشكل كبير، بنقول لو حافظنا على من 8 ل 12 كوبايه ميه، دي من اكتر الحاجات اللي بتنظف الكبد من السموم. طبعا في وصفات كتير جدا يعني يمكن لا يخفى على الجميع، يعني مثلا الحاجات اللي هي الاطعمه الغنيه بالالياف، يعني الشوفان مثلا لو دخلناه ضمن برنامج غذائي ده من اكتر الحاجات اللي بتنظف الكبد من السموم بشكل كبير جدا. الشوفان، قلنا الشعير، الحبه الكامله او احنا بنسميها حبوب القمح الكامله، زي مثلا البليله في الشتاء، من اكتر الحاجات برضو اللي بتنظف الكبد من السموم بشكل كبير جدا. في يعني من الوصفات او من الحاجات اللي هي الكومن جدا، الثوم مع زيت الزيتون مع الجنزبيل مع الليمون، دي بنقول وصفه بسيطه جدا ممكن نضيفهم كلهم مع بعض ونضيف لهم ميه، او ناخدهم كده مع معلقه عسل نحل، دي برده من اكتر الحاجات اللي بتنظف الكبد من السموم بشكل كبير جدا. الناس اللي بتتقل قوي في وجبه العشاء وبياكلوا مثلا، ما بياكلوش طول النهار، بياكلوا وجبه كبيره بالليل،
دي من اكتر الحاجات طبعا اللي بتثقل الكبد وبتتقل على الجهاز الهضمي، وللاسف الجسم بيبقى يعني عنده حمل كبير جدا بالليل في الامتصاص وتوظيف المواد الغذائيه دي، ومن اكتر الحاجات برضو اللي بترهق الكبد بشكل كبير جدا. فبشكل عام او بصفه عامه نقول طبعا الخضار والفاكهه، شرب الميه، الحمضيات لما بتدخل، الالياف، الاكل المتوازن بشكل عام او الاكل الصحي، ده بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتساعد في تنظيف الكبد وحمايته وعمل يعني عمل الصيانه اللي هي الداخليه الطبيعيه للجسم بشكل عام. ده طبعا كان فيديو سريع، وان شاء الله رب العالمين يبقى فيه فيديوهات تانية كتير عن موضوعات كتير جدا تهمك. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.